بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي ان شاء الله هنكمل بقيه الشيت، هندخل على جزء المسائل بتاعت الاوبتمايزد. المسائل الاوبتمايزد ما لهاش علاقه خالص بالاوبتمايزيشن، اسمه ده الليكتشر نفسها، لا دي هيبقى فيها تطبيق من الانترميديت ريبريزنتيشن. باختصار المساله بتاعتنا هنا ده اكزامبل محلول، مديني هنا اكسبريشن وادي الكود بتاعنا، هو عاوز يعمل اوبتمايز الكود ده. الكود ده مش اوبتمايزد، فعشان اعمله اوبتمايز كل اللي هعمله هجيب الجراف بتاع الاكسبريشن واطلع منه بالكود مره تانيه. هنلاقي ان الكود الجديد اللي طالع ده اوبتمايزد عن الكود اللي هو مديهولي في المساله. طيب الجراف احنا عرفنا بيترسم ازاي، ممكن بسرعه كده على عجاله ان احنا نفتكره او نقول الرسمه دي جايه ازاي. فالاي مالاس بي دي اكسبريشن لوحده، او هنبدا بيها الاول. ليه؟ لان هي الاقواس، احنا فاكرين الاولويه الاقواس الاول. فاحنا اي مالاس بي بين قوسين دي واحد، وبعد كده ما دام دي نفس الاكسبريشن بالظبط يبقى واحد هي كمان. بعد كده هضربها في السي، وهنا هضربها في الدي، والناتج كله هضربه في السي. تمام، نشوف بقى الكلام ده عمله ازاي هنا. وفي الاخر في الاخر الانسر اللي هنا والانسر اللي هنا، التوتال اللي هنا والتوتال اللي هنا كلهم هيتجمعوا على بعض بعلامه بلس. هنا طرح الاي من بي، وبعد كده راح ضارب في السي. تمام، ده الترم اللي على ايه؟ على اليمين. طب بالنسبه للترم على الشمال، راح بعد ما ضرب في السي يعتبر ده تكرار، فمش بقى يعني في الترم على اليمين كل ده كده كده حصل في الشمال مش هكرره تاني، فكانه تم. وراح واخد هو ال تي 4 الدي اسف يضربها في الاي والبي. تمام، بعد كده راح واخد الانسر وضربه في السي. تمام، ده الطرف اللي على اليمين، الطرف اللي على اليمين هنا ضرب الاي مانس بي في الدي، وراح واخد الانسر ده كله ضربه في السي. تمام، هو هنا حصل تكرار شويه بس مش مشكله، هي الرسمه كده يعني، هنمشي مع الرسمه. فضرب زي ما قلنا ضرب الاي مانس بي دي اللي هي كتبناها مره خلاص، ضربها في الدي، وراح واخد الانسر بتاعه ضربها فين؟ في السي. ده تي 5. بعد كده في الاخر راح جامع اليمين على الشمال، ده جامع التي 5 والتي 2 عشان طلع التي 6. تمام، بالنسبه للكود نبتدي من تحت خالص ونطلع لفوق. فاول عمليه عندي عمليه طرح، طرح الاي من بي تي 1، بعد كده ضرب التي 1 في الدي عشان دي تي 4، اي الدي في تي 1 الانسر بتاع ده. بعد كده ضرب التي 4 في السي عشان دي تي 5، ضرب التي 4. هو زي ما واخدين بالكم بدأ من الشمال لليمين، خلص الشمال الاول بعد كده ادخل اليمين. ما علينا، ضرب عمليه الضربة دي بتاعت الفور ضربها في السي. بعد كده الأخيرة أو قبل الأخيرة التي 1 ضربها في السي، وديني تي 2 هي العملية دي. تمام، ضرب التي 1 في السي وديني تي 2. بعد كده آخر حاجة خالص جمع التي 2 والتي 5، تي 2 والتي 5 كمان على بعض وداني في تي 6. هنا بقى خمس خطوات، اللي فوق كانت كام؟ حوالي ست خطوات. تمام، فأنا هنا عملت اوبتمايز الكود، نقصت أو قللت الكود لمقدار 1 instruction. تمام، بس نفس الكلام هطبقه على ايه؟ على على المسائل دي. كل مساله فيهم جايب لي اكسبريشن وجايب لي ايه؟ الكود اللي نوت اوبتمايزد، وانا المطلوب مني ان انا احول الاكسبريشن ده لجراف واطلع واكتب الكود ده من جديد عن طريق جراف من الجراف. تمام، ان شاء الله المره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.